الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. اليوم تتسلم مديرية أوقاف أسيوط الدفعة الخامسة من لحوم صفوف الأضاحي وقدرها 4 طن، يصل إجمالي ما تسلمته المديرية حتى اليوم 8/9/2020 هو 20 طن وفق تعليمات وتوجيهات معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة أسيوط. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وتسليما على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر 2020، وصل إلى مديرية أوقاف سوهاج الدفعة الخامسة حتى الآن يكون قد وصل إلى سوهاج 20 طنا اللحمة، لحم الصقور الأضاحي. هذه اللحوم توزع إلى الإدارات الفرعية التابعة لمديرية أوقاف سوهاج، ثم بعد ذلك تكون الإدارات الفرعية توزيعها على القرى والنجوع والأماكن الأشد احتياجا. وهذه الصقور أيضا توزع بمعرفة مدير الإدارات مع مفتشي الإدارات حتى يصل المطلوب إلى أصحاب. من هنا نشكر جميع القائمين على هذا المشروع الطيب الذي يسعد الجميع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسنات كل القائمين. وشكر كل الشكر لمعالي السيد الوزير الذي يبذل كل جهده من أجل إسعاد الذين هم أشد احتياجا في بلادنا وخاصة في صعيد مصر. ونشكركم من سوهاج الأرض الغالية أرض الطيبين، وكل عام وأنتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ثم أما بعد. اليوم الثلاثاء الموافق 8/9/2020 تم استلام الدفعة الخامسة من لحوم صقور الأضاحي بمديرية أوقاف قنا بكمية من اللحوم قدرها 4 طن، فيكون إجمالي ما تم استلامه إلى الآن 20 طن بمديرية أوقاف قنا لتوزيعها في الأماكن أشد احتياجا بناء على تعليمات معالي وزير الأوقاف، والله الموفق إلى ما يحبه ويرضى.